صاحبة الجلالة الصحافة السلطة الرابعة، اليوم تواجدنا هنا هو من أجل انتصارا لحرية التعبير ولحق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، هو تنديدا بكل هاد الأشخاص اللي كنقول أنهم يسيئون لمعركة والمغرب في مجال الديمقراطية وحق الإنسان، أن هذه المتابعات تشوه صورة المغرب على المستوى الدولي، أن هاد التضييقات التي كتمارس على الحقوقيين والصحفيين مع الأسف كتدفعنا للتساؤل كتخلق نوع من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وربما في هذا الصدد كان عندنا التضامن ديالنا مع كل الحركة الأطياف الحركة الحقوقية والسياسية اللي تعرضت مؤخرا لسوء التضييق، وهنا في مقدمتها شبيبة الناشط الديمقراطي اللي الحدود الآن هي ممنوعة من عقد مؤتمر الشبيبة ديال الرابع، وكندوا بالطريقة اللي تم بها إخراجهم من الاعتصام في مجلس مدينة الرباط. دونك هو اجتماعنا اليوم هو انتصارا لقيم الديمقراطية وحق الإنسان التي نؤمن بها جميعا. إذا كاين شي مقترحات أخرى في التفاعل مع الموضوع ديال الأستاذ عبد الله البقاني مرحبا.